رجعنا سريعا وده ميعادنا مع جولة في السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي على تويتر لجونيور أجاي اللي كان عيد ميلاده امبارح، تم 23 سنة، كان احتفلت بيه برضه الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وكتبت شكرا لكم جميعا على حبكم. كمان نشر حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال في نادي الأهلي صورة على الانستجرام وعلق وقال إنجازات المنظمة هي نتائج الجهود المشتركة لكل فرد. محمود تريزيجيه المحترف في قاسم باشا التركي نشر صورة على الانستجرام ليه هو ومراته من الفرح وكتب أول نظرة، واحنا أكيد طبعا بنتمنى له السعادة وحياة مليانة حب وفرحة على طول. حساب ليفربول الإنجليزي بالعربي نشر على الانستجرام صورة لمحمد صلاح وكتب إنها تقترب في إشارة لاقتراب ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي، خصوصا إن ليفربول عنده مباراة مهمة قصاد ليستر سيتي النهاردة بعد خسارة مانشستر سيتي امبارح من نيوكاسل 2-1. بنتمنى أكيد كل التوفيق لنجمنا محمد صلاح. عالميا نشر ديان لوفرن لاعب ليفربول الإنجليزي صورة لزميله محمد صلاح على الانستجرام وعلق عندما تريد أن تتخفى ولكن يظل الجميع ينظر إليك. نشر مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي صورة على تويتر من مباراة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي اللي انتهت بفوز الجانرز 2-1، كتب انتصار حاسم شكرا على دعمكم ليا. سيرخيو أجويرو لاعب مان سيتي نشر صورة على تويتر من مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اللي انتهت بخسارة مانشستر سيتي 2-1، كتب لم يكن الفوز حلفنا هذه المرة ولكننا سنقاتل حتى النهاية كما نفعل دائما. رحيم ستيرلينج برضو نشر صورة على الانستجرام من المباراة وكتب ليس أفضل أداء أو أفضل نتيجة كانت مخيبة للأمال بالأمس، ما زال أمامنا العديد من المباريات. كمان نشر فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي صورة من المباراة على الانستجرام وكتب لم تكن النتيجة التي أردناها أو أفضل أداء ولكن الآن حان الوقت لنرفع رأسنا ومواصلة القتال حتى النهاية. الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على الانستغرام كمان نشر صوره للمدير الفني سولشاير من مباراه امبارح قصاد بيرني واللي خلصت بالتعادل 2-2، كتب هذا هو مانشستر يونايتد كان رد فعل رائع، نحن لا نستسلم ابدا في هذا النادي. الفارو موراتا نشر كمان صوره على الانستغرام مع مراته واولاده بعد ما انتقل لاتلتيكو مدريد على سبيل الاعاره من تشيلسي وكتب افضل ما في حياتي. احتفل كمان الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على تويتر بعيد ميلاد لاعب الفريق ماركوس لورانتي ونشر فيديو للاعب وكتب عيد ميلاد سعيد ماركوس لورانتي اللي بلغ من العمر 24 عام. كمان نشرت الصفحه الرسميه لبلاتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو للارجنتيني ليونيل ميسي قبل مباراه النهارده ما بين برشلونه واشبيليا في كاس ملك اسبانيا وكتبت الشاب ليونيل ميسي يحرز 4 أهداف ضد اشبيليا في كاس ملك اسبانيا تحت 19 سنه سنه 2004. تعالوا نشوف الفيديو. خلينا نطلع دلوقتي لفاصل وبعد كده هنرجع وينضم لينا ان شاء الله ضيفنا في البرنامج النهارده او في حلقتنا النهارده محمد قطب الناقد الرياضي في اخبار الرياضه.